بداياتي كانت نوع من الاكتفاء الذاتي من العسل لي ولعيالي. هذا العسل بدو وحضر كانوا على غصن وسن ناس يشد دمى الظهر والطيب يكسون الطيب. أهل العزم بدو وحضر كانوا على غصن وسن. أنا كنت أشتغل في بنك قاعدت الآن. نعم بعد انتقلت إلى المحاكم دارة القضاء. حرارة الطقس الجو القاسي هذا سلمك الله شوية يتعب النحل. المساعدات اللي حصلها من الحكومة يعني وجود المزارع أصلا وجود السدر لأن الله يرحم الشيخ زايد كان من ضمن خططة زراعة السدر. ويضخ من حاف جانبي احنا ننتج عسل السدر. الان احنا نفكر الله يسلمك ان شاء الله تعالى في مزرعه ثانيه نزرع الله يسلمك عسل الغاف. على الروي سوف البحر والسفن منها طاق الغبيب وجيوشنا تقدح ظفر نريد نسوي منحل دائم يعني نخليه يعني عباره مثل الكهوف. تعرف النحل يحب العروش والكهوف حسب الايات الموجوده مثل سحب المطر والاي محتاج نتيب واهل الهمم فخر العصر ما حالهم حال عطيب واهدافنا فوق القمر بالعلم والراي الصوي. احنا الان بصدد ان احنا نربي نحل بنفسنا يعني نحاول الاكثار من النحل. والله جزاهم الله خير. اهم شيء نعمة الامان. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا لآلي الاتحاد. كما عودناكم دائما على استضافة شخصيات استطاعت النجاح في قطاع عملها، رحبوا معي اليوم من مدينة العين في الأستاذ عبد العزيز حبيب بن مصيقر. أهلا وسهلا بك. الله يحييك يا أهلا وسهلا، شرفتونا. الله يحييك يا أهلا وسهلا بكم. في بداية برنامجنا اليوم نشكرك على استضافتك لنا، وعادة ما استضفنا أشخاص وصلوا إلى قمة النجاح في طبيعة عملهم. في البداية أستاذ عبد العزيز، ما رأيك لو تكلمنا عن بدايات حياتك في دولة الإمارات؟ نعم، يعني كوظيفتي سابقا أنا كنت أشتغل في بنك وبعدين تقاعدت الآن وقضيت فترة طويلة في البنوك يعني كلها حياة مصرفية. اي نعم بعد انتقلت الى المحاكم دارة القضاء وخلاص، والحين انا جالس ما عندي شغل غير المزرعة والامور هذه. تمام استاذ عبد العزيز، ما هي ابرز التحديات التي واجهتك في مشروعك الخاص وهو مشروع النحل؟ وعادة مشروع النحل هو من المشاريع الصعبة التي تحتاج إلى توفير مناخ مناسب، فما هي أبرز التحديات التي واجهتك في هذا المشروع وكيف استطعت إلى حلها؟ والله هي تحديات ما هناك شيء الحمد لله غير يعني حرارة الطقس الجو القاسي هذا سلمك الله شوية يتعب النحل. نعم ويخلي إنتاجيته إلا تقريبا موسم واحد. نعم والحمد لله الأمور طيبة فضل الله ثم فضل المساعدات اللي نحصلها من الحكومة يعني وجود المزارع أصلا وجود السدر لأن الله يرحم الشيخ زايد كان من ضمن خططة زراعة السدر. كنا من فترة من الفترات
يعني المزرعة كنا نزرع خضروات ونزرع أمور ونخيل، حتى كان السدر يزعجنا ما كنا نحبه. فمن بعد ما راح موسم الأشيات هذه لقينا السدر هو اللي الحين يعني شغالين معه. ليش؟ لأنه هو غذاء النحل. نعم أستاذ عبدالعزيز، ما هي أبرز الخطط المستقبلية التي وضعتها في نجاح هذه المزرعة؟ والله خطة، يعني إحنا ننتج عسل السدر. الآن إحنا نفكر الله يسلمك إن شاء الله تعالى في مزرعة ثانية نزرع الله يسلمك عسل الغاف، وابتدينا نشتغل في الغاف، لكن كزراعة عادها صغير، في بعضها يعني يزهر من خلال سنتين، فبيكون عندك الله يسلمك عسل سدر وعسل غاف. لأن أغلب الناس إيش يسوون المربين؟ ينقل النحل تبع الخلايا إلى مناطق اللي فيها الغاف على ما يتأقلم، على أحياناً تضيع العملية. لكن لما أنت تسوي لك نوعين من الأشجار، نوعين من المراعي اللي هي مراعي النحل، يكون أفضل، يكون في استقرار للنحل تبعك اللهني واستقرار اللي في المكان الآخر اللي هو فيه الغاف. تعرف أنت الغاف يعني من ضمن الأشجار اللي تعتبر وطنية يعني، والحمد لله شجر الغاف ما يحتاج لتعب. أي نعم، إذا قام وضرب في الأرض زين ما يحتاج لحتى أنك أنت تقوم تسقيب ماء أو شيء. أي نعم، ووجود الأمطار بلا شك يخليه يكبر بسرعة. أي نعم، فما هناك، هذه الخطط المستقبلية إن شاء الله. الخطة الثانية نريد نسوي منحل دائم، يعني نخليه يعني عبارة مثل الكهوف. تعرف النحل يحب العروش والكهوف حسب الآيات الموجودة، فبنسوي له يعني مثل ما تقول مكان ملائم صيف شتاء، على أساس أنك أنت حتى لما تستد حرارة الجو ويصير الطقس حار يكون نقدر أنت تسوي لك عسل صيفي. نعم، بتبريد بسيط، خاصة المكيفات الصحراوية هذه. فإحنا الله يسلمك نصددها إن شاء الله، نسوي لنا بالأسلوب هذه بالذات في المزرعة هذه اللي في العين اللي في رماح. أستاذ عبدالعزيز، لو أردنا أن نصف النجاح في كلمة واحدة فما هذه هي الكلمة؟ والله الصبر. الصبر مفتاح النجاح. والله الصبر، لأنه هو مزعج النحل عموما، يحتاج لك صبر. تعرف النحل أنت لما تجي تفتش في الخلايا وتطالع فيه يهيج أحيانا وأغلب الأحيان، فأنت تحتاج أنك أنت تكون تصبر على لسعة النحل، الدخان المنبعث من اللي أنت تحاول تهديه. فماشي، ما في أحسن من الصبر طول عمرك. جميل. أستاذ عبدالعزيز، هناك أنواع كثير من النحل. نعم. ويجب توفير مناخ مناسب لكل نوع. نعم. فما رأيك لو تحدثنا ما هي الأنواع الموجودة في مزرعة السيد عبدالعزيز، وما هي كل مناخ نوع من أنواع النحل؟ والله احنا نشوف اللي في السوق موجود هو النحل المصري، والناس يعني تعودت عليه. والشيء الثاني طول عمرك هو المتوفر في الأسواق وهم اللي يجيبونه. في أنواع كثيرة ترى من النحل. عندك النحل الأندونيسي جيد وأليف ولا في إزعاج ولا يحتاج أنك تلبس أي شيء، لكن فترة من الفترات كان متواجد وبعدين اختفى من السوق. الشيء الثاني عندك الأمريكي. الأمريكي بعد جيد، يعطي إنتاجية طيبة، لكن بعد كذلك ما هو موجود. إحنا الآن بصدد أن إحنا نربي نحل بنفسنا، يعني نحاول الإكثار من النحل من نفسنا. اي نعم، اذا قمنا بالمشروع مال التبريد هذا. اي نعم، لان ما نقدر. شوف، في بعض الدول يقومون ينقلون الى مناطق بارده، احنا ما عندنا مناطق بارده هنا. اذا جاء الصيف على دوله الامارات كلها، فما نودي مكان الا نقوم نهيئ له الجو البارد على اساس يكثر. سيد عبد العزيز، من خبرتك ما هي الرساله التي توجهها الى الشباب؟
والله أنا أتوقع يعني لو كل واحد سوى له يا أخي خليتين في 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 السطح في البيت بيحصل له عسل. لين يتعود، لين يتعلم، لين يألف عملية النحل، بعدين ما في تعب. 45 يوم وتجني، 45 يوم وهو يكون العسل، الشمع قبل وبعدين العسل وبعدين تفرزه، سواء إن كثرته بعت وإن قليل تطمئن على نوعية العسل اللي موجود عندك أنت تأكله في بيتك أو أسرتك معك. لأن أنا الحقيقة كانت بدايتي كذا. سيد عبد العزيز، لو أردنا إيصال رسالة نابعة من القلب فتصل إلى القلب، إلى شيوخ وحكام دولة الإمارات، فما هذه الرسالة؟ والله جزاهم الله خير. أهم شيء نعمة الأمان، نعمة الأمان. لا أحد يسرق عليك النحل، لا أحد يدخل عليك في النحل، لا أحد يشتكي من الناس يقول لك والله عندنا نحل دخلوا علينا آذون لسعوا عيالنا، ما في. بعدين الخدمات اللي يؤدونها لنا يعني جليلة. أول شيء يشجعون على زراعة أشجار السدر، وفرون الخدمات الكثيرة اللي هي يعني في 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 التربية، في إقامة المهرجانات. أنا يعطوني منصة سنويا في مهرجان الوثبة، فمجانا، ما أجيب عسلي وأحطه ويبتع. نعم، ما هناك شيء. والله جزاهم الله خير، ونتمنى من الله أن يزيد الأمور، يعني لأن إحنا عندنا نقص في مسألة الملكات هذه. تعرف إحنا في ملكات إنتاجها قوي، لأن الملكة هي اللي تبيض وهي اللي تكثر عدد العاملات في عاملات النحل في الخلية، وهم اللي ينتجون العسل. في النهاية سيد عبد العزيز، نشكرك على استضافتك لنا في هذه المزرعة الجميلة ولدعمك للإعلام الإماراتي، وأرجو أن تسمح لكادر العمل بأخذ جولة تصويرية داخل المزرعة وتصوير أبرز ملكات النحل الموجودة فيها. يا أهلا وسهلا، والله احنا نتشرف بمجيئكم ونشكركم. الآن أنتم أعطيتونا دافع قوي لهذا، لأن احنا ما نتوقع. احنا كنا يعني أنا بداياتي كانت نوع من الاكتفاء الذاتي من العسل لي ولعيالي، وكنا إلا ربي خلايا بسيطة. فصادف أن جماعة ضاقوا عندي العسل وعجبوا به، خذوا ناس وحللوه في المختبرات وجدوا عسل طيب. لأننا إحنا إيش نسوي لنفسنا وللسوق، لا نطعم سكر، لا نعطي أي شيء. اللهم بنفسها تسعي في بين الأشجار والسلام. فكرنا إحنا ذيك الأيام لما نجي ينتهي موسم السدر، كنا حاولنا نزرع بعض الريحان اللي إحنا نسميه المشموم هني، لكن ما توفقنا، على أساس أن إذا انتهى هذا الموسم يجون مباشرة في المشموم هذا اللي هو الريحان. وإن شاء الله أن الله يوفقنا ويوفق الجميع. نشكرك مرة أخرى أستاذ عبد العزيز على هذه الاستضافة الجميلة. أهلا وسهلا، والمزرعة مزرعتكم، صوروا اللي تريدون. كانت هذه نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم أعزائي المشاهدين.